مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا ماما. مساء النور. اهلا يا سيف يا ابني، احنا قاعدين مستنيينك، ما رضناش نتعشى الا لما تيجي. لا انا ماليش نفس، كله انت. مالكش نفس ده ايه؟ مش شايف نفسك خسيت واتمقدت ازاي؟ ما دام سياده اللواء امرت يبقى لازم تنفذ يا سياده النقيب. طب هقعد معاكم بس مش هاكل. هتاكل يعني هتاكل. خلاص يا سيف ما تزعلهاش، انا كمان بعت لاختك وجوزها يجوا يتعشوا معانا عشان يبقى عشاء عائلي كده. يا سلام يا سيف، ما تصورش قد ايه انا سعيد ان شملنا اتلم من تاني. وعدك معانا حسسني قد ايه انا كنت محروم منك السنين اللي فاتت. وانا كمان يا بابا مبسوط ان انا قاعد معاكم. ومالك بتقولها من غير نفس كده؟ في حد يبقى بوز جبرين ويقولوا انه سعيد؟ مالك يا سيف؟ مفيش. اسمع يا ابني، انا عارف ايه اللي مضايقك. اوعى تفتكر اني رغم مشاغلي مش راصد اي انفعال بيبان عليك. عشان كده انا هحكي لك حكايه، تجربه مرت بيا انا شخصيا، بس على الله بقى اقدر احكيها لك قبل الست والدتك ما تخش علينا. اتفضل يا بابا. انا لما كنت في اخر سنه في الكليه ارتبطت بانسانه كنت متصور انها الوحيده في العالم اللي في ايديها مفاتيح السعاده، رغم حبي الجارف ليها ما صرحت لهاش بمشاعري. كنت مستني لما اتخرج وعلق النجمه وبعدين اتقدم لها. فجاه البنت دي اتخطبت واتجوزت وسافرت بره. حسيت ساعتها ان الدنيا اسودت في وشي وان حياتي كلها انتهت. عملت ايه بقى؟ انغمست في عملي، جمعت كل احاسيسي ومشاعري وحطيتها في شغلي. كنت عامل زيك كده، ما باخدش اجازه ابدا، لحد ما ربنا اراد وشفت والدتك واتجوزنا وعشنا بسلام والحمد لله. النهارده بقى لما بفتكر الحاله اللي كنت فيها بضحك من نفسي والله. اكتشفت ان البني ادم مننا نظرته قصيره جدا، ما بيشوفش اكتر من تحت رجليه وبس. البنت دي تبقى عايشه مرات بهجه؟ مش مهم هي مين يا سيف. ارجوك يا بابا جاوبني على السؤال ده. ايوه هي. عشان كده كنت حضرتك معترض على الموضوع. لا ابدا ابدا. شوف يا ابني، الاب مهما كان شديد وقاسي وحازم يتمنى ان ابنه يحقق كل اللي هو ما قدرش يحققه. بالعكس، السبب ده كان ممكن يكون في صالحك، بس انا قيمت العيله على بعضها، حسيت انهم ما ينفعوناش خالص. السلام عليكم. ازيك يا بابا عامل ايه؟ اهلا يا سلوى. ازيك يا حبيبتي؟ تمام الحمد لله يا بابا. ازيك يا سيف؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامل ايه؟ عامله ايه؟ تمام. ازيك يا نادر؟ الله يسلمك يا سيف بيه. سيف بيه ايه؟ انت مجنون يا ابني، ده انت جوز اختي. ما يصحش الباشا قاعد. امال فين اختك يا نادر؟ انا مش قلت لك تجيبها معاك؟ والله سعادتك قلت لها، بس هي تعبانه شويه. تعبانه ازاي يعني؟ يعني عندها دور برد كده. يبقى لازم نطمن عليها، مش كده ولا ايه يا سيف؟ اه طبعا. معقوله؟ ساعة ونص تأخير؟ ده كلام ده؟ والله يا فندم أنا جاهز بقالي ثلاث ساعات، بس سلوى هي اللي أخرتني. إزيك يا ماما وحشتيني. أنت كمان حبيبتي وحشتيني، يلا نتعشى؟ يلا. تخيلي يا وجيدة، نيرة تعبانة تعب شديد جدا. ايه ده معقول؟ بعد الشر عليها مالها؟ دور برد فظيع لا يحتمل. انت زي ما تقولناش النيرة عيانة. ما انا اللي قلت الباشا والله. سيف بكرة تاخدني ونروح نزور نيرة، دي في غلاوة سلوى بالظبط. حاضر. ابوس ايدك ما تجيش بكرة. ليه؟ اصل النيرة مش تعبانة. امال انت بتقول كده ليه؟
ما انا اضطريت اقول كده علشان قلت لها الباشا عازمنا على العشاء، قالت لي ماليش مزاج، وانا ما اقدرش اقول له كده. بتتوشوشوا وبتقولوا ايه يا اولاد؟ لا ده بيقول ان النيره مش عيانه. مش ايه؟ مش عيانه قوي يعني، هي عندها دور برد خفيف وزمانها خفت. وانت على اي اساس بتشخص اللي عندها؟ هتفتي كمان في الطب؟ البس. لا يا فندم والله ما قصدت. لا انت قصدت. والله ابدا. طب كل كل. اكل يا فندم. كل وخلاص. طب والله يا بوسبوس انا حبيت البيت ده، ما كنتش متخيله ان انا هرتاح فيه بالشكل ده. شفتي الخرابه يا بوسبوس؟ فظيعه تجنن. مالك على الصبح عامله كده ليه؟ لا مفيش، بكلم سيف بقالي يومين ما بيردش عليا. لحسن يكون خلع منك لما عرف ان احنا سيبنا الفيلا. مش ممكن يا فرح، ده سيف اساسا ما كانش عايز يقعد معانا في الفيلا، بابا هو اللي ضغط عليه. انا خايف اللي يكون تعبان ولا جرى له حاجه. طب ما تروحي له تطمني عليه. اروح له فين بس؟ اروح له شلاتين؟ انا حتى مش عارفه باباه عمل معاه ايه. طب ما تروحي اسالي بابا. اروح لبابا ازاي؟ ده وزير الداخليه، هما يرضوا يدخلوني؟ اكيد في حاجه حصلت، اكيد. سيف لو يمكن يسيبني كل ده من غير ما يطمني. انت مش عايز تعترف ليه؟ والله العظيم يا باشا ما تنطى يا كنتوا كام واحد وربنا يا باشا. يا اوعي تكوني زعلانه مني يا عيشه، ده احنا اخوات وملناش غير بعض. انا مش ممكن ازعل منك يا حياه. والله انا لما كنت عايزه ابيع البيت قلت عشان يعني سايبينه مهجور ومحدش مستفيد منه. اهو استنفعنا بيه يا حبيبتي، كتر الف خيرك. ما هو لولا اننا اشتريناه كنا هنروح فين؟ اهو لمنا. تروحي فين؟ ده ايه، بيت اختك موجود ومفتوح لك على طول. كتر خيرك يا حبيبتي. ازيك يا بكري؟ ازيك يا خالتي، ازي حضرتك؟ وحشاني والله. وانت كمان يا حبيبي. ما اتجوزي بقى يا حياه عشان نشوف ولاده، ولا انت عايزاه يفضل كده جنبك؟ ما هو الحل قربت في ايدك يا عيشه. في ايدي ازاي؟ استني يا حاجه بعد اذنك. خالتي انا كنت جاي اكلم حضرتك في كلمتين النهارده، ورايي رايك في الاخر. احنا كنا سمعنا ان بوسه هتتجوز، واللي متقدم لها ضابط بوليس، وانهم مش هيعملوا فرح وهيسافروا على طول. الكلام ده صحيح يا خالتي؟ بوسه هتتجوز من غير حتى ما تقولوا لنا؟ اسمع يا حبيبي، بوسي ولا هتتجوز ولا حاجة، ده كلام ناس فاضية. أنا ما بنكرش إن ظابط اتقدم لها، لكن ولا لبسه دبل ولا حتى قرينا الفاتحة. طب أنا عايز أعرف حاجة واحدة بس، عم بهجت معترض عليا في إيه؟ يا ابني لا معترض ولا حاجة، بهجت طول عمره بيقول لو البنت عايزاه أنا موافق. هو فعلا قال للحاج كده؟ طيب يعني إيه؟ يعني بوسي اللي معترض عليا؟ بوسي لسه صغيرة، وطول عمركم لما كنتوا بتلعبوا مع بعض عندكم أو عندنا كانت بتحس إنك أنت أخوها، وده ما يعيبكش يا حبيبي.